السلام عليكم. في هذه الحلقه ان شاء الله غادي نشارك معكم كيفاش ممكن اننا نحققوا اكثر من 800 دولار في الشهر من الترجمه وباستعمال الذكاء الاصطناعي وتحديدا منصه شات جي بي تي. هذه المنصه هذه جديده اللي نمضت ضجه كبيره بزاف. اذا كيفاش ممكن اننا نستغلوا شات جي بي تي لصالحنا حنايا ونحققوا منها مبالغ ماليه كبيره من الترجمه؟ واخا تكون ما كتعرف والو في اللغات، فبإمكانك إن شاء الله في هذه الحلقة هذه أنك تحقق مبالغ كبيرة بهذه الطريقة اللي غادي نشرح لك إن شاء الله في هذه الحلقة هذه. والآن إلى الشرح. وفقط للإشارة، جميع الروابط اللي غادي نستعمل إن شاء الله في هذه الحلقة هذه غنخليكم في رابط واحد أسفل هذا الفيديو هذا. إذن الإخوان، كيفاش غادي نديروا باش نحققوا مبالغ مالية كبيرة من الإنترنت وتحديدا من الترجمة؟ واخا تكونوا ما كتعرفوا والو في أي لغة، فبإمكانكم أنكم ترجموا وباستعمال الذكاء الاصطناعي، باستعمالنا الشات جي بي تي. يعني هذه المنصة هذه اللي خلقت الآن ضجة كبيرة جدا. فهذه المنصة هذه ممكن تعطيها أي حاجة كيخطر في البال ديالك، تسولها تجاوبك عليه بطريقة ذكية جدا. خبراء وناس يعني متخصصين شهدوا يعني واعترفوا بأن هذه المنصة هذه فعلا منصة ذكية جدا وتقدم أجوبة ذكية جدا، بإمكانك يعني أنك تستعملها في مجموعة من الحوايج. إذا حنا غادي نستعملوها الآن في الترجمة، صافي، ونحقوا مبالغ كما قلت لكم كبيرة، يعني راه تتجاوز 800 دولار في الشهر الواحد، تتجاوز مزيان. إذا الآن غادي نشارك معكم أول حاجة جوج ديال المواقع اللي معروفة جدا واللي ممكن أنكم يعني تشتغلوا فيها. كاينين الناس كيطلبوا مترجمين من لغه الى لغه اخرى. كاين هذا الموقع هذا اللي كتشوفوا امامكم الان، موقع معروف جدا يحتاج الناس باش يترجموا او اللي يخدموا فيه كمترجمين. اذا لاحظوا معي، مثلا هذا الشخص هذا بغى يترجم، مثلا هذا بغى يترجم من اللغه الانجليزيه الى اللغه الفرنسيه، شحال تيقدم؟ 25، ما بين 25 دولار حتى 100 دولار. كاين هذا الشخص هذا اللي محتاج ان الناس يترجموا له من اللغه الانجليزيه الى اللغه البرتغاليه، شحال غادي يعطيك؟ ما بين 500 دولار و 1000 دولار على عمل. هذا ايضا ترجمه من اللغه الانجليزيه الى الاسبانيه ما بين 55 دولار و 75 دولار. هذا من اللغه الانجليزيه الى الهنديه ما بين 100 دولار و 500 دولار. يعني شوفوا كاين عدد كبير جدا وكبير من الناس اللي محتاجه اللي ترجم ليها المقالات ديالها من لغه الى لغه اخرى. هذا ايضا شوفوا معايا كاين بزاف الاخوان، زيد 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 زيد، هبط لهنا، ايا الصفحه الثانيه والصفحه الثالثه والصفحه، وزيد يعني صفحات اخرى الاخوان. صافي، هذا الموقع هذا كيفاش كديروا؟ طبعا كتجي كتسجل، اولا ضروري خص انك تسجل في الموقع. هنايا التسجيل، بلا ما نشرح لكم عمليه التسجيل باش ما نطولش في الفيديو، العمليه التسجيل بسيطه جدا. وشنو كدير؟ كتجي مثلا انت بغيتي تخدم مع هذا الشخص هذا، شنو كدير؟ كتدخل له بحال هكا كما كتشوفوا هنايا، هنا كتجي هنا كدير يعني شحال ممكن انك تترجم، شحال يعني المبلغ المالي، شحال باش بغيتي انك تترجم. هنايا كتقول له شحال ما بين المده والمده، وهنا كتصيفط له رساله، هنا كتصيفط له رساله كومكو بانك انت غادي تترجم له هذا الشيء ديالو هو. المهم راه كيعطيك هو التعليمات هنا كاملين، ها هما التعليمات، بامكانكم انكم يعني تقراوا هذا الشيء هذا، صافي، وكترسل ليه، كدير له الارسال مباشره الى قبلك بانك باش تترجم ليه داك 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 المقال ديالو، فمباشره كيراسلك، صافي. وهكذا دوالك في جميع الناس، جميع يعني هادو الناس اللي محتاجين هنا الترجمه. مزيان، كاين هذا الموقع هذا كما قلت لكم، هذا الموقع مشهور ومعروف. كاين الموقع الثاني اللي هو هذا، ايضا هذا الموقع هذا ايضا من الخدمات ديالو هي ترجمه. هو تيقول لك شحال يعني شحال كنترجموا ما بين 10 دولار و 30 دولار ل 1000 كلمه، ولا يعني تقريبا كتجيك 0.50 سنت. كاين اللي كيقدم 10 الكلمات بدولار واحد. المهم هذه المسائل كامله ممكن انكم تقراوها. دابا حنا غادي نشوفوا كيفاش غادي نديروا باش نتسجلوا في هذا الموقع هذا. اذا كندخلوا كنضغطوا هنا على المشاهده المزيد. من بعد ذلك كما كتشوفوا معايا هنايا كاين الترجمات متعدده. حنا غادي نمشيو للترجمه ديال اللغه، ها هي غادي نضغطوا عليها بحال هكا، غادي نقلنا مباشره لهنا، كيعطينا التعليمات شحال الكلمه الوحده، المهم كاع كاع لهما كما كتشوفوا معايا شحال الباج للصفحه، بامكانك ما بين 10 دولار و 30 دولار للصفحه الواحده.
المهم هادشي كامل بامكانكم انكم تقراوها، وما شحال د الايام كيقول لك بامكانك انك تحقق 1250 دولار للشهر الواحد بال 25 يوم. المهم موقع ايضا مشهور ومعروف صافي. اذا غادي نديروا ابلاي نو هنا كما كتشوفوا هنا، هنا غادي يقولوا لك كيفاش غادي نديروا باش تسجلوا. اذا انت كتكتب واحد الرساله كومكو بانك يعني راه مترجم محترف وغير ذلك، كترسلها لهذا البريد الالكتروني هذا. اذا مباشره ملي تيقبلوك فمباشره كيصيفطوا لك يعني مستندات، كيصيفطوا لك الوثائق، كيصيفطوا لك المقالات اللي انت غترجم، وكترجم لهم وكتصيفط لهم. الان كيفاش غادي نديروا؟ حنا ما كنفهموا والو في اللغه، مثلا اللغه الانجليزيه حنا عندنا لغه واحده هي اللغه ديالنا اللي كنهضروا بها، وما بغينا نترجموا مثلا لغه اخرى. اذا كيفاش غادي نديروا ولا كيفاش غادي نستعملوا نستعنوا بهذا الذكاء الاصطناعي ونترجموا به هذا الشيء ان شاء الله اللي غادي يرسلوا لنا هاد الناس هادو اللي غادي نشتغلوا معاهم. واخا غادي نجيو للشات جي بي تي اخوان. بالنسبه اللي ما كيعرفش الشات جي بي تي، الشات جي بي تي هي منصه الان ولا الجميع تيهضر عليها، ولا يعني كتعطيها اي سؤال وكتجاوبك عليه بطريقه ذكيه جدا بحال اللي كيجاوبك انسان ماشي روبوت صافي. اذا شوفوا معايا الذكاء الاصطناعي فين وصل الاخوان. اذا حنايا كيفاش غادي نديروا باش نستغلوا هذه المنصه هذه ونترجموا بها ونربحوا ونحققوا منها اموال كبيره وكبيره بزاف مزيان. اذا مثلا غادي نعطيكم انا مثال هنايا، مثلا هذا المهم على اين انا خديت واحد النص وغادي نحاول انا ندير له الترجمه هنا ونشوف واش الترجمه ديالو دقيقه وصحيحه او لا صافي. اذا غنقول له مثلا ترجم لي هذا النص الى العربيه او اللغه العربيه صافي. اذا غادي ندير له بحال هكا، غادي نجي ندير لاصق هنا لهذا النص هذا، وهذا النص اللي غادي بغيتو انه يترجموا لي. هذا خديته من هنا الاخوان بلاتي نشوف خديته مين 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 باش تكونوا عارفين، خديته من هنا. هذا الشخص هذا بغى يترجم ها هو، وهزيت كوبيت هذا كامل كوبيتو وجيت حطيتو دابا هنايا باش نترجم باش نشوف واش الترجمه ديال شات جي بي تي صحيحه ولا ما صحيحاش. ولكن قبل ذلك بالنسبه للناس اللي ما عرفاتش كيفاش دير باش تسجل في شات جي بي تي، راني درت فيديو عليها كيفاش تسجلوا كيفاش تفتحوا كونت وغير ذلك، غادي نخلي لكم حتى هو الرابط ديالو اسفل هذا الفيديو. المهم بالاضافه الى ذلك الروابط كامل اللي غادي نستعمل انا غادي تلقاوها اسفل هذا الفيديو في رابط واحد. وغادي نجي الان غادي نبرك هنا على الترجمه. اذا شوفوا معايا لاحظوا معايا، هو غادي يعطيني احتاج الى مترجمين لترجمه المصادر الاسبانيه، هي امنيت فروم ويمن هي ويمن تقريبا ترانزليشن سبانيش سورس. المهم هنا شوفوا معايا لاحظوا معايا بان الترجمه ديال شات جي بي تي ترجمه دقيقه. هيا احتاج الى 3 مترجمين لترجمه المصادر الاسبانيه، 8 صفحات متاحه لعدد الكلمات، الحد الادنى هو 3500 يرجى ملاحظه اللغه التي ترغب في ترجمتها، ساحتاج الى 3 من العاملين او الموظفين بالاضافه الى تزويدك ببعض التفاصيل واثبات مهاراتك باللغه الاصليه للغه الروسيه الفرنسيه او الالمانيه، كذلك يجب عليك لاحظتوا معايا ولا ما لاحظتوش معايا ترجمه دقيقه للاخوان صافي. ها هي عطاني هذا النص هذا كامل اللي درت هنا، ها هو عطى لي هنايا باللغه العربيه. اذا بالنسبه لكم انتم بغيتوا تترجموا هذا النص هذا لاي لغه صافي، بامكانكم انكم تكتبوا ترجمه هذا النص الى اللغه الهنديه اللغه اليابانيه اللغه اي لغه كما بغيتوا، فغادي يعطيكم يعني هذه الترجمه هذه. كاين فيكم الان اللي غادي يقول لي واه الترجمه ديالو ما صحيحاش، ترجمه بحال ديال جوجل ولا كذا، لا الاخوان الترجمه ديالو صحيحه. والا بغيتوا انكم تاكدوا اكثر من ذلك كاين هذا الموقع هذا اللي غادي نخلي لكم الرابط ديالو اسفل هذا الفيديو هذا، بالنسبه للناس اللي يعني بغاو انهم مثلا تيفهموا شويه مثلا في ديك اللغه اللي غادي يترجموا ليها، فبامكانهم انهم يعني يخافوا يخطئوا ولا غير ذلك، كاين هذا الموقع هذا حتى هو اللي كيصحح الاخطاء كما كتشوفوا معايا، فيه النسخه المجانيه وفيه النسخه المدفوعه. هاي كما كتشوفوا معايا هنايا كيعطيك كيفاش كتعطيه نص وتعطيك فين يعني الاخطاء وكيصحها لك، هاي طريقه يعني ذكيه جدا صافي. هذا الموقع هذا هو غادي نخلي لكم الرابط ديالو اسفل هذا الفيديو هذا. اذا هاد جوج المواقع اللي شاركت معكم الان يعتبراني من افضل المواقع اللي ممكن انكم تشتغلوا فيها وتحققوا منها مبالغ ماليه كبيره جدا. كما قلت لكم واخا ما كتكونوا كتعرفوا والو في اي لغه، فبامكانكم انكم تستعملوا هذه الطريقه اللي شرحت لكم الان
وتحققوا مبالغ يعني كبيره من الترجمه. اذا كنتمنى على ان الفيديو يكون مفهوم واضح، فاذا كان عندكم شي تساؤل خليوه لي اسفل هذا الفيديو هذا، والى الحلقه القادمه ان شاء الله.